أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة التي سنخصصها إلى حصة التذكير والدعم حول درس ثنائيات القطب غير النشطة، وكذلك درس ثنائيات القطب النشطة، وكذلك بالنسبة لجزء الكيمياء التركيز المولي. الآن سنرى ثنائيات القطب غير النشطة. ثنائي قطب غير نشيط كما رأينا سابقا هو كل ثنائي قطب لا ينتج تيارا من تلقاء نفسه، أي يكون التوتر منعدما إذا لم يمر فيه تيار كهربائي. التوتر يساوي صفر عند إي يساوي صفر. أمثلة لهذه ثنائيات القطب: المثال الأول الذي سنرى صمام ثنائي، ثم لدينا الصمام الثنائي زينير، ثم لدينا المقاومة الحرارية، وكذلك المقاومة الضوئية. سنرى الآن بعض مميزات بعض ثنائيات القطب. مميزات الصمام الثنائي: لدينا هنا مميزات الصمام الثنائي كما نرى في المميزة، هي عبارة عن مميزة غير خطية، وكذلك تمر من أصل المحورين، أي أن التوتر يساوي صفر عند التيار يساوي صفر. ثم بالنسبة للمميزة كذلك غير تماثلية، غير تماثلية أي أن رابط الصمام الثنائي قلب مربطي الصمام الثنائي في الدارة هو يغير من حالة اشتغال هذا الصمام. ثم بالنسبة للصمام الثنائي كذلك يتميز بمنحيين، المنحى المباشر والمنحى المعاكس. المنحى من أ إلى ب يسمى بالمنحى المباشر عندما يسمح بمرور التيار، والمنحى من ب إلى أ يسمى بالمنحى الحاجز أو المنحى المعاكس. ثم بالنسبة للصمام الثنائي يسمح بمرور التيار إذا توفر شرط، الشرط هو أن يكون التوتر أكبر من عتبة التوتر إس، أي عندما يكون إ أ ب أكبر من إس الصمام يسمح بمرور التيار. ثم عندما يكون التوتر بين مربطي الصمام أصغر من إس الصمام يتصرف كعازل، أي كقاطع تيار مفتوح لا يسمح بمرور التيار. ولدينا كذلك بالنسبة يزيد إس بصفة عامة، نأخذها في مميزات أمثلة للصمام الثنائي دائما لتبسيط الحسابات. دائما نأخذ إس عتبة التوتر الصمام التي يسمح فيها بمرور التيار. ثم سنرى كذلك الصمام الثنائي زينير. بالنسبة لمميزات الصمام الثنائي زينير كما نلاحظ بالنسبة لهذه المميزة، هي مميزة كذلك غير خطية، ونلاحظ كذلك بأنها تمر من أصل معلم، أي أن هذا الصمام الثنائي زينير هو ثنائي قطب غير نشيط. بالنسبة للصمام زينير يتصرف في المنحى المباشر كصمام ثنائي عادي، أي يسمح بمرور التيار عند وجود توتر أكبر من إس. ثم بالنسبة للصمام زينير كعازل للتيار إذا كان إ أ ب توتر بين مربطي محصور بين ناقص توتر زيد الذي يسمى بتوتر زينير والتوتر إس عتبة التوتر. يتصرف صمام ثنائي زينير كموصل للتيار إذا كان التوتر أكبر من إس وأصغر من زيد توتر زينير. بصفة عامة كملحوظة نسجلها دائما أن صمام زينير غالبا ما يركب في المنحى المعاكس. ثم لدينا المميزة الأمثلة لصمام زينير، غالبا ما نأخذ إس يساوي صفر. ثم لدينا التوتر زينير يزيد. ثم الآن سنمر إلى المقاومة الحرارية. بالنسبة لمميزات المقاومة الحرارية كما نلاحظ بالنسبة لهذه المميزة، هي مميزة خطية ثم كذلك تماثلية، وأن مقاومة هذا ثنائي القطب تتغير بتغير درجة الحرارة. كلما ازدادت درجة الحرارة تزداد مقاومة هذا ثنائي القطب. إذا نقول بأن ثنائي قطب خطي وتماثلي ثم تتغير مقاومته بتغير درجة الحرارة. والآن سنرى مميزات المقاومة الضوئية التي تتأثر بالضوء. بالنسبة لمميزات المقاومة الضوئية، هي مميزة خطية وتماثلية.
ثم بالنسبة لمقاومة المقاومة الضوئية تتغير حسب شدة الإضاءة، بحيث تنخفض مقاومتها مع ارتفاع شدة الإضاءة وترتفع المقاومة مع انخفاض شدة الإضاءة. ثم الآن سنمر إلى ثنائيات القطب النشطة. أولا تعريف: ثنائي قطب نشيط هو كل ثنائي قطب كهربائي ينتج التيار من تلقاء نفسه. مثال: المولد أو العمود يزود الدارة الكهربائية المغلقة بتيار كهربائي. إذن المولد أو العمود هو عبارة عن ثنائي قطب نشيط. بصفة عامة يرمز للعمود في دارة كهربائية بالرمز الاصطلاحي التالي. ما يجب أن نتذكر دائما هو أن في اصطلاح المولد دائما التوتر والتيار لهما نفس المنحى. ثم مميزة العمود، كما رأينا في درس قلنا بأن مميزة العمود هي عبارة عن مميزة خطية. من خلال هذه المميزة يمكن استخلاص علاقة تسمى بقانون أوم بالنسبة لمولد خطي. التوتر بين مربطي العمود أو المولد بصفة عامة يكتب على الشكل التالي: UPN تساوي E ناقص R في E، بحيث E تسمى القوة الكهرومحركة للمولد بوحدتها بالفولت، ثم R تسمى المقاومة الداخلية للمولد مقاومتها الأم، ثم بالنسبة لـ E شدة التيار المارة أو التي تجتاز المولد. ثم بالنسبة لأغ نبيانيا هي القيمة المطلقة لقيمة المعامل الموجه للمميزة الخطية. ملحوظة: المولد المؤمثل التوتر، يقصد بالمولد المؤمثل التوتر هو كل مولد تكون مقاومته الداخلية منعدمة. ثم بالنسبة للمولد كذلك تميز بشدة التيار في دارة قصيرة، أي عندما يكون التوتر بين مربطي المولد منعدما UPN تساوي صفر، تصبح شدة التيار في الدارة القصيرة دائما ECC تساوي E مقسومة على R. حصلنا على هذه العلاقة انطلاقا من UPN تساوي صفر. الآن سنمر إلى التطبيق حول مميزة العمود أو المولد. لدينا في المميزة المبينة على الشكل التالي: مميزة عمود أو مميزة مولد. السؤال الأول: عين مبيانيا قيمة كل من E و R، ثم اكتب تحبير المميزة UPN بدلالة شدة التيار، وكذا نبين أن شدة التيار النظرية للدارة القصيرة ECC تساوي 2 أمبير. سنرى حل هذا التطبيق. بالنسبة للسؤال الأول: تعين المبياني لقيمة كل من E و R. E قلنا القوة الكهرومحركة للمولد تمثل التوتر بين مربطي المولد عندما يكون التيار يساوي صفر، أي نقطة تقاطع المميزة مع محور الأراتيب. من خلال المبيان نجد E تساوي 3 فولت. ثم بالنسبة للمقاومة الداخلية قلنا بأن المقاومة الداخلية للمولد تساوي القيمة المطلقة للمعامل الموجه للمميزة. إذن القيمة المطلقة لدلتا تغير التوتر على تغير التيار، ثم نأخذ نقطتين من المنحنى نجد R تساوي 1.5 أوم. السؤال الثاني: تعبير المميزة UPN بدلالة شدة التيار. هنا نطبق مباشرة تعبير أو علاقة قانون أوم. بالنسبة لـ UPN دائما قانون أوم بالنسبة للمولد UPN تساوي E ناقص R فوائد، ثم نعوض كل مقدار بقيمته نجد UPN تساوي 3 ناقص 1.5 E. تحقق من شدة التيار النظرية للدارة القصيرة. الدارة القصيرة دائما قلنا نحصل عليها عندما يكون توتر UPN يساوي صفر. إذا وضعنا UPN يساوي صفر نجد SCC يساوي E على R، ثم نجد أن ECC تساوي 2 أمبير. الآن سنتطرق إلى المستقبلات. بعد ما شفنا الأعمدة الآن سنرى المستقبلات. تعريف:
كتعريف للمستقبل هو كل ثنائي قطب كهربائي يحول جزءا من الطاقة الكهربائية إلى شكل من أشكال الطاقة بالإضافة إلى طاقة حرارية. في اصطلاح المستقبل دائما نأخذ منحى التيار مع منحى التوتر متعاكسا دائما. بالنسبة لملاحظة هامة دائما يجب أن ننتبه إليها، دائما في اصطلاح المستقبل التوتر والتيار لهما منحيان متعاكسا. ثم بالنسبة لأمثلة المستقبلات التي سنراها، سنرى المحرك الكهربائي الذي رمزه الاصطلاحي كالتالي، ثم الرمز الاصطلاحي لمحلل كهربائي هو كالتالي. إذن سنتحدث عن مستقبلين أساسيين، هو المحرك والمحلل الكهربائي. الآن سنرى مميزات مستقبل. بعد ما رأينا مميزات مولد، الآن مميزات مستقبل. من خلال هذه المميزة، المستقبل له مميزة خطية، لذلك يسمى بمستقبل خطي. من خلال هذه المميزة يمكن استخلاص قانون أوم بالنسبة للمستقبل، أي أن التوتر بين مربطي المستقبل يكتب على الشكل التالي: EAB تساوي E بخيم زائد R بخيم مضروبة في E، لأن الدالة هنا دالة تزايدية، لذلك وضعنا زائد بين E بخيم و R بخيم فوا E، بحيث E بخيم تسمى القوة الكهرومحركة المضادة للمستقبل، وR بخيم تسمى المقاومة الداخلية للمستقبل. مبيانيا يتم تحديد E بخيم من خلال تقاطع المميزة مع الجزء المستقيم للمميزة مع محور الأرتيب، ثم R بخيم كذلك R فتحة نحددها انطلاقا من تحديد معامل موجه للجزء المستقيم للمميزة. سنرى نقطة اشتغال دارة كهربائية. بالنسبة لنقطة اشتغال دارة كهربائية، دائما بالنسبة لأي دارة كهربائية تحتوي على ثنائي قطب نشيط وثنائي قطب غير نشيط، لا بد من تحديد شدة التيار المارة في الدارة لكي نتفادى إتلاف الأجهزة أو المركبات الكهربائية. بالنسبة لهذه الدارة التي أمامنا تتكون من مولد ومستقبل. إذن لتحديد نقطة اشتغال دائما نعتمد طريقتين مختلفتين، طريقة هندسية ثم طريقة حسابية. تحديد نقطة اشتغال الدارة مبيانيا أو هندسيا، لتحديد نقطة اشتغال الدارة مبيانيا نرسم في نفس المعلم وبنفس السلم مميزات المولد التي هي بخط متقطع، ثم مميزات المستقبل. نقطة تقاطع المميزتين تعطينا نقطة اشتغال الدارة. بالنسبة لهذه النقطة تتميز بإحداثيتين، تميز بالتوتر EF ثم شدة التيار EF، وهذه النقطة تسمى بنقطة اشتغال الدارة. ثم تحديد نقطة اشتغال الدارة حسابيا، لدينا هنا دارة كهربائية قلنا تتكون من مولد ومستقبل. دائما لتحديد نقطة اشتغال حسابيا نكتب قانون أوم بالنسبة للمولد وبالنسبة للمستقبل كما لدينا في هذه العلاقات، ثم نطبق قانون إضافية التوترات. بعد تطبيق قانون إضافية التوترات نجد EAB يساوي EPN. من خلال إنجاز هذه المعادلة، فإن من خلال حل هذه المعادلة نجد شدة التيار EF التي تمثل شدة التيار لنقطة اشتغال، ثم نعوض في إحدى التوترات سواء EAB أو EPN لكي نجد EF. دائما بالنسبة لـ EF و EF تعطينا إحداثيات نقطة اشتغال الدارة الكهربائية. ثم سنرى كذلك قانون بوي. بالنسبة لقانون بوي بصفة عامة هو قانون يخص دارة كهربائية متوالية تتكون من مولدات ومستقبلات. دائما شدة التيار التي تجتاز دارة كهربائية متوالية تساوي مجموع القوى الكهرومحركة المولدات ناقص مجموع القوى الكهرومحركة المضادة للمستقبلات مقسومة على
مجموع المقاومات الموجودة في الدارة الكهربائية بما فيها الموصلات الأمية والمستقبلات والمولدات كذلك. مثال لدينا هنا دارة كهربائية تتكون من مولد، موصل أمي، محرك كهربائي. إذن بالتطبيق قانون بوية نجد أن تعبير شدة التيار التي تجتاز الدارة الكهربائية E تساوي E للمولد ناقص E بخيم للمستقبل مقسومة على مجموع المقاومات، مقاومة الموصل أمي، مقاومة المولد ومقاومة المستقبل. الآن سنرى تمرين تطبيقي حول ما رأينا في هذا التذكير. تتكون دارة كهربائية من مولد جي قوته الكهرومحركة E ومقاومته الداخلية R وموصل أمي مقاومته R كبيرة. يعطي المبيان جانبه المميزة E بدلالة E لكل من المولد جي والموصل أمي. مبيانيا نجد E تساوي 12 فولت و R 2 أم و R للموصل أمي تساوي 10 أم. السؤال الأول، عين مبيانيا إحداثيتي EF و EF لنقطة اشتغال الدارة الكهربائية. السؤال الثاني، نضيف على التوالي إلى الموصل الأمي محلل كهربائي قوته الكهرومحركة المضادة بخيم 2 فولت ومقاومته الداخلية R بخيم تساوي 1 أم. السؤال ألف، أرسم تبيانة الدارة الكهربائية ثم احسب شدة التيار المار في الدارة. الآن بالنسبة لحل هذا التطبيق، مبيانيا نجد أن إحداثيات نقطة اشتغال الدارة هي نقطة إحداثيات نقطة تقاطع المميزتين. مبيانيا نجد EF تساوي 1 أمبير ثم EF تساوي 12 فولت. ثم بالنسبة لتبيانة التركيب التجريبي الجديد، قلنا بأن المولد مركب مع موصل أمي ومحلل كهربائي، إذن نحصل على هذا التركيب. ثم بالنسبة للسؤال باء، احسب شدة التيار المار في الدارة. بالتطبيق قانون بوي نجد أن تعبير شدة التيار تساوي E ناقص E بخيم على مجموع المقاومات، وبذلك ننجز التطبيق العددي نجد أن شدة التيار تساوي تقريبا 0.7 أمبير. الآن سنرى جزء الكيمياء الذي يخص التركيز المولي للأنواع الجزيئية في محلول. أولا سنتعرف على مفهوم المحلول. بصفة عامة المحلول نحصل عليه بإذابة جسم مذاب في جسم آخر يسمى المذيب. يسمى الجسم الذي يذوب بالمذاب قد يكون إما جسما صلبان أو سائلا أو غازا. أما بالنسبة للسائل الذي يذوب فيه الجسم المذاب فيسمى المذيب، قد يكون ماء أو كحولا إلى غير ذلك. ويكون المذيب والمذاب أو عفوا ويكون المذيب والمذاب ما يسمى بالمحلول. وعندما يكون المذيب هو الماء فإن المحلول المحصل عليه هو محلول ماء مائي يسمى بمحلول مائي. الآن سنرى ما يميز هذا المحلول. التركيز المولي لمحلول مائي أو لمحلول كيفما كان. تعريف لهذا التركيز، يقصد بالتركيز المولي لمحلول أو يسمى كذلك التركيز المولي للمذاب X. أن قلنا بأن المحلول يحتوي على مذاب ومذيب، قلنا بأن هذا التركيز هو كمية مادة المذاب المتواجدة في لتر واحد من المحلول. وحدة التركيز دائما هي المول على اللتر، ويعبر عنه بالعلاقة التالية C تساوي N على V، حيث N يمثل كمية مادة المذاب X و V حجم المحلول دائما حجم باللتر. ثم بالنسبة لي C التركيز المولي وحدته دائما بالمول على اللتر. ملحوظة أساسية كذلك بأن التركيز يرمز له بين معقوفتين ثم نكتب صيغة المذاب.
سنرى الآن تخفيف محلول مائي بصفة عامة. تخفيف محلول هو تقليل من تركيز المذاب، وننجز التخفيف بإضافة المذيب أو إضافة الماء المقطر. لدينا محلول بدئي نخففه لكي نحصل على محلول نهائي. بالنسبة للمحلول البدئي هو المحلول قبل إضافة المذيب، والمحلول النهائي هو المحلول بعد إضافة المذيب. بالنسبة للمحلول البدئي يتميز بحجم بدئي VE وتركيز CE، وكذلك كمية المادة المذاب الموجودة في المحلول البدئي هي CE في VE. ثم بالنسبة للمحلول النهائي يتميز كذلك بحجم نهائي V final وتركيز المحلول سي فينال، وكذلك كمية مادة المذاب الموجودة في المحلول بعد التخفيف أو بعد إضافة المذيب هي سي فينال فوا في فينال. قانون التخفيف يقول بأن أثناء عملية التخفيف تبقى كمية المادة ثابتة. إذن إن إنيسيال كمية المادة البدئية للمذاب في المحلول البدئي تساوي كمية مادة المذاب في المحلول النهائي. من خلال هذه العلاقة نحصل على سي فينال فوا في فينال تساوي سي انيسيال فوا في انيسيال. هذه العلاقة تسمى بعلاقة التخفيف، بحيث الحجم النهائي للمحلول يساوي الحجم البدئي زائد حجم الماء أو حجم المذيب المضاف. وكذلك بالنسبة للتخفيف تميز بمعامل يسمى بمعامل التخفيف، الذي يعبر عن عدد مرات التي قمنا بتخفيف هذا المحلول. الآن سنرى أو سنمر إلى تمرين تطبيقي في هذا الجزء الذي يخص الكيمياء. نذيب قرص واحد من الفيتامين سي كتلته أم تساوي 500 ميليغرام حمض الأسكوربيك، الذي صيغة جزيئته C6H8O6 في حجم V تساوي 500 مليلتر من الماء المقطر، فنحصل على محلول S1. السؤال الأول، احسب تركيز المول C1 لهذا المحلول. السؤال الثاني، نأخذ حجما V1 10 مليلتر من المحلول S1 ونضيف إليه حجما VE تساوي 90 مليلتر من الماء المقطر، فنحصل على محلول مائي S2 تركيزه C2. أي قمنا بتخفيف المحلول الأول لكي نحصل على محلول ثاني S2. السؤال الأول، احسب تركيز المول C2 للمحلول المائي S2 واستنتج معامل التخفيف. كمعطيات لدينا الكتل المولية الذرية للذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين. بالنسبة للتصحيح سنرى السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الأول، حساب التركيز المولي للمحلول المحصل عليه اللي هو محلول حمض الأسكوربيك. حساب تركيز المولي C1 للمذاب أو تركيز المولي للمحلول المحصل عليه. دائما بالنسبة لحساب التركيز نحتاج إلى كمية المادة، ولكي نحسب كمية المادة نحتاج إلى الكتلة المولية. أولا سنحسب الكتلة المولية لحمض الأسكوربيك. بالنسبة لجزيئات حمض الأسكوربيك كتلتها المولية تساوي 176 غرام على المول. ثم بالنسبة لكمية مادة حمض الأسكوربيك المتواجدة في قرص واحد المذاب، لدينا كمية المادة دائما هي N تساوي كتلة على الكتلة المولية، بحيث كتلة تساوي 500 ميليغرام. يجب دائما أن تكون الكتلة بالجرام والكتلة المولية بالجرام على المول لكي نحصل على كمية المادة بالمول. ثم بالنسبة للتركيز المولي للمذاب باستعمال طريق علاقة التركيز المولي، التركيز يساوي دائما كمية المادة على الحجم. ثم ننجز التطبيق العددي لهذه العلاقة، بحيث الحجم المحصل عليه للمحلول هو 500 مليلتر، يجب تحويلها إلى اللتر. نجد أن تركيز المحلول هي 5.68 مول على اللتر. ثم بالنسبة لتركيز المولي C2 للمحلول المائي S2 هو محلول مخفف،
لدينا هنا علاقة التخفيف، دائما سي واحد في واحد تساوي سي اثنان في اثنان، بحيث في اثنان حجم المحلول النهائي هو حجم المحلول البدئي بالإضافة إلى حجم الماء المضاف. استغلال علاقة التخفيف نجد أن سي اثنان تساوي 0.568 مول على اللتر. ثم استنتاج معامل التخفيف باستعمال علاقة معامل التخفيف. معامل التخفيف دائما هي التركيز البدئي مقسوم على التركيز النهائي، يساوي كذلك الحجم النهائي مقسوم على الحجم البدئي. نجد هنا F تساوي 10، ونقول بأن المحلول البدئي تم تخفيفه 10 مرات. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، ولنا موعد في حصة أخرى إن شاء الله.